السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير بإذن الله. من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على آخر مستجدات وتطورات قضية المرحوم هشام بورزة، الله يرحمه والله يوسع عليه ضيقة القبور والله يرزق الأهل ديالو الصبر والسلوان يا ربي أمين. في أخبار سابقة كنا تكلمنا اليوم عن اعتقال 4 أشخاص بمدينة السعيدية متورطين في قضية الشرطي المغدور هشام، وتكلمنا على أنباء تتحدث عن المحاولة ديالتهم الفرار إلى الجزائر، وكذلك كانوا كيحاولوا أنهم يركبوا أحد قوارب الموت باش يتوجهوا إلى الأراضي الإسبانية، ولكن الحمد لله اليقظة ديال الجهاز الأمني ديال بلادنا مكناته أنه يعتقل هاد الأشخاص هادو اللي كانوا مخبيين بأحد الفيلات المفروشة بنفس المدينة السعيدية قبل ما يهربوا ويتوجهوا إلى وجهة غير معلومة. فغنتكلموا دابا على آخر المستجدات والتطورات، وهنا غنشوفوا أنا وياكم واحد الحوار ديال الأستاذة كريمة سلامات اللي هي محامية وجمعوية بهيئة مدينة الدار البيضاء، واللي تكلمات أخوتي على القضية ديال المرحوم الشرطي هشام وكشفات على العقوبات المنتظرة والقرارات المتخذة في مثل هاد الجرائم الخطيرة اللي كتمس بالأمن والاستقرار ديال بلادنا. وقالت الأستاذة كريمة سلامات أن العقوبات المؤطرة لهاد النوع من الجرائم اللي كتعمل بواحد البشاعة وبواحد دقة متناهية وبواحد تقسيم الأدوار ديال العصابة مع بعضياتها، فهنا كنتكلموا على واحد المجموعة ديال الجرائم المتسلسلة. كنتكلموا أخوتي في قضية المرحوم هشام على الاختطاف والتعذيب والقتل تحت الإصرار والترصد والتنكيل بالجثة وتقطيعها وحرقها وتغيير معالم الجريمة وتكوين عصابة إجرامية وحرق مركبة وسرقة السلاح الوظيفي ومجموعة أخرى ديال الاتهامات. يعني ملف اللي هو ثقيل، قضية كبيرة بزاف أخوتي. احنا كنتكلموا هنا على واحد المافيا اللي كتاجر في المخدرات والمخدرات الصلبة، وكنتكلموا هنا على الكوكايين، ماشي شي حاجة اللي هي سهلة. على صفوها الشرطي هشام كما قلت لكم في الفيديو السابق أنه هشام الله يرحمه قيد حياته كان كيعرف شي معلومات خطيرة على هاد المافيا، إذن بدا كيشكل عليهم خطر، لهذا قرروا أنه يتخلصوا منه وبقاو يعني متبعين الخطوات ديالو ومترصدينه كيتسناو غير الوقيته اللي غادي تهجموا عليه ويصفوها ليه ويتخلصوا من الجثة ديالو، باش هذاك السر اللي عارف أو دوك المعلومات اللي عارفها على المافيا ما يمشيش يقولها للرؤساء ديالو، ولكن الروح عزيزة عند الله. هما منين قتلوا هشام عاد ما تفجر الملف وعاد ما عرفوه المغاربة كاملين ماشي غير الجهاز الأمني. المهم الأستاذة ولا المحامية كريمة سلامات كتقول أن هذا الملف ولا القضية اللي أمامنا اليوم هي قضية جنائية، يعني هاد العصابة غيتم متابعتها على فصول القانون الجنائي. والمحامية كتقول أن مثل هاد الجرائم اللي هي خطيرة جدا كيتحكم فيها في أغلبية الأحيان بأقصى العقوبات، يعني أن هاد الجنات أخوتي غادي تحكم عليهم بالإعدام لا محالة نظرا للخطورة ديال الفعل الجرمي ديالهم وكذلك انتقال الملف والاتهامات الكثيرة اللي عليهم. الاختطاف والتعذيب، القتل تحت الإصرار والترصد، هاد الاتهامات بوحديتهم راه كيرفعوا من العقوبة السجنية. وما ننساوش كذلك تكوين عصابة إجرامية لكي يوزعوا الأدوار فيما بيناتهم، فغير هاد التهمة ديال تكوين عصابة إجرامية راه كتدي مولاها مورا الشمش. وما ننساوش كذلك المساهمين في هاد الجريمة، أي شخص ساهم بأي طريقة في هذه الجريمة فراه عنده نفس العقوبة ديال الفاعل الرئيسي. هاد العصابة خوتي راهم مسوا بالأمن والاستقرار ديال بلادنا وطاولوا على الجهاز الأمني ديال بلادنا ومسوا بالسلامة ديال موظف أمن، تعدوا عليه، اختطفوه، عدبوه، قتلوه، نكلوا بالجثة ديالو، بزاف بزاف اخوتي هاد الشيء والله الا لا بزاف. هادو راه داروا الرعب في المواطنين، داروا الرعب في المغرب اخوتي، ودابا الجاليه المغربيه كيكتبوا لنا تعاليق كيقول لك ولينا خايفين على الاهل ديالنا في المغرب بسبب هاد الجريمه وبسبب هاد العصابه اللي حنا كنتمناو يتشدوا كاملين في اسرع وقت، لان لغايه هاد الساعه مازال ما تلقاش
هذاك السلاح الوظيفي ديال البوليسي لله وعلم شنو ناويين يديروا به. فاذا مازال ما تلقاش السلاح الوظيفي اذا مازال عندنا هنا متورطين اخرين اللي باقين في حاله فرار اللي خصهم حتى هما يتشدوا. فهاد الناس اخوتي راهم تحداوا الجهاز الامني، وحنا بدورنا كمؤثرين ولا كيوتيوبرز خصنا ندافعوا على الامن ديال بلادنا ونقولوا ان الامن او السلطات الجهاز الامني ديال بلادنا هو خط احمر كاملين، خصنا نوقف وقفه رجل واحد ضد هاد الطغاة اللي بغاو يعيتوا في الارض فسادا، بغاو يقتلوا ويدبحوا ويحرقوا في عباد الله. احنا دورنا كمؤثرين اننا كاملين نستنكروا هاد الافعال الاجراميه وندافعوا على الجهاز الامني ديال بلادنا. الامن والسلطات ديال بلادنا خط احمر. من جهه اخرى خوتي غادي نقرا لكم واحد الخبر باش تشوفوا المجهودات الجباره اللي كيقوم بها جهاز دي اس تي باش يتصدى المخططات ديال تهريب الكوكايين والمخدرات بصفه عامه داخل بلادنا الحبيبة. الله ياخذ الحق في هاد العصابات والمافيات اللي كيستهدفوا هاد البلاد هادي. فالخبر بعجالة خوتي كيقول انه تفكيك عصابة قادمة من مليليا حاولت ادخال بضاعتها المحظورة الى الناظور، اذ واصلت العناصر التابعة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اللي هو الدي اس تي حربها على عصابات وشبكات المخدرات الصلبة بالتصدي لمخططات اغراق الناظور بالكوكايين. يلا حنا داويين عليها خوتي، يلا تشدد دابا هاد العصابه اللي قتلات الشرطي هشام بسبب الاتجار في الكوكايين. ها هي عصابه اخرى اللي بغات تغرق مدينه الناظور بالكوكايين. يعني هذا الشيء كثير كثير بزاف بواحد الشكل مهول، واحد الشكل خطير جدا. فهاد العصابه اللي كتنشط بالناظور واللي بغات تغرق مدينه الناظور بالكوكايين بنقلها من مليليا المحتله، وهنا لا دي اس تي تمكنات مساء السبت الماضي من إجهاض عملية تهريب كمية من السلعة المحظورة. وحسب مصادر الصباح فإن عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا دي اس تي نجحت في إحباط مخططات عصابة إجرامية دولية حاولت تهريب كمية من مخدر الهيروين والكوكايين نتيجة التوصل إلى معطيات استخباراتية دقيقة تفيد وجود عناصر تحاول إدخال المخدر القوية بطريقة احترافية إذ تخبئها بعناية وسط سيارات وانتحال صفة مسافرين. وأضافت المصادر ذاتها أن نباهة مصالح الدي اس تي وسرعة تدخل أفرادها مؤازرين بعناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور مكنتها من إيقاف 4 أشخاص يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات الصلبة. وأوردت مصادر متطابقة أن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي تم مباشرة بعد وصوله إلى المعبر الحدودي بنصار قادما من مليليا المحتلة على متن سيارة من نوع مرسيدس مرقمة بإسبانيا التي تم نقلها إلى ميناء بنصار لإخضاعها لفحص جهاز السكانير، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 4 كيلوغرامات و221 غراما من مخدر الهيروين بالإضافة إلى كيلوغرام واحد و170 غراما من مخدر الكوكايين الخام. وبعد التأكد من المضمون الإجرامي للمحجوزات استنفرت مصالح الدي اس تي والشرطة مختلف عناصرها، وهو التنسيق الذي مكن من إيقاف باقي المشتبه فيهم على متن سيارة ثانية تحمل لوحات ترقيمية وطنية كانوا موضوع مراقبة من قبل عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني إثر الاشتباه في صلتهم بعملية تهريب هذه الشحنات من المواد المخدرة، وتم تسليم جميع المشتبه فيهم والمخدرات المحجوزة لفرقة الشرطة القضائية بالناظور قصد إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة من أجل كشف ملابسات القضية وظروف وقوعها ولتحديد كافة الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي لإيقاف جميع أفراد العصابة.
وكشفت مصادر الصباح أن هذه العملية الأمنية تأتي بعد الضربات الاستباقية التي تلقتها عصابات تهريب وترويج المخدرات من قبل مصالح الدي اس سي والمصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور بتشديد الخناق عليها ومحاصرتها من كل الجوانب، وهو ما تمثلت في إحباط عدد من عمليات تهريب الممنوعات آخرها إيقاف سيارة رباعية الدفع محملة بالكوكايين مخبأة بعناية وسط صندوق سري واعتقال السائق الإسباني الذي يشتبه في انتمائه لشبكة إجرامية للاتجار الدولي في المخدرات الصلبة. وأوضحت المصادر أن تصنيف إقليم الناظور ضمن قائمة المناطق الغارقة بالمخدرات القوية واستهدافها من قبل مروجي الكوكايين والهيروين والحبوب المهلوسة الذين يتحكمون في محطات الترويج بكل من ماريواري وبني شيجر وسلوان. استنفر المصالح التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الدي اس تي للقيام بمجهودات مضاعفة لتعقب المشتبه فيهم وكذا لإحباط مخططات التهريب الدولي خاصة تلك العمليات القادمة من مليليا المحتلة. إذن أخوتي الجهاز الأمني ديال بلادنا خط أحمر، لأن هذا الجهاز القوي المعترف به دوليا راه لا ينام وما كيغفلش على هاد المافيات وعلى هاد الشبكات اللي كتمس بالأمن والاستقرار ديال بلادنا، واللي ناويين أنهم يغرقوا هاد البلاد بالمخدرات والمهلوسات وبالمخدرات الصلبة بحال الكوكايين والهيروين، الله ياخد فيهم الحق. فباش نختموا هاد الفيديو كنقول تحية كبيرة السي الحموشي وتحية كبيرة للمؤسسة الأمنية بجميع تلويناتها، وتحية تكبير وإجلال لكل من يسهر على أمن واستقرار المملكة الحبيبة. والله يحفظ لنا مالكنا، والله يشافيه، والله يطول لنا في عمره يا ربي أمين. وشعارنا الدائم والخالد غيبقى الله الوطن الملك. شكرا أخوتي، مع السلامة.